السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجموا نقوموا بتصميم ستوري تكون جميلة وجذابة لتطبيق انستغرام. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الشرح متاعنا. أول حاجة نقوموا بها هي تنزيل تطبيق كانفا، التطبيق اللي باش نخلي لكم الرابط متاعه في أسفل الفيديو واللي باش نستعملوه اليوم في الفيديو متاعنا إن شاء الله. فقط لمعلوماتكم تطبيق كانفا موجود في زوز نسخ، فيه نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. النسخة المجانية كافية جدا للقيام بالتعديلات وبالصور اللي تحبوا عليها الكل، والنسخة المدفوعة فقط تعطيكم معناها أكثر options أو أكثر صور باش نجموا تستخدموها لا أكثر ولا أقل. أول حاجة نبدأ بها نفتح التطبيق متاعنا، تطبيق كانفا اللي موجود ديجا في نسخة على الديسكتوب وموجود كذلك للهواتف الذكية. لهنا باش تلقى عندك الفوق create a design باش يحط لك جميع أنواع البوستات والدوكيمنتس اللي تنجم تعملها بالتطبيق هذا، نجم تختار منهم اللي تحب عليه. بالنسبة لينا باش نشوفوا مع بعضنا انستغرام ستوري، نجم تكتب تعمل بحث على انستغرام ستوري يظهر هالك، ولا تمشي للسجستد وتختار انستغرام ستوري. بعد ما تختارها باش يظهر لك العديد من التمبليتس. لهنا باش تلقى العديد من التمبليتس المكتوب بحذاهم فري، اللي يكون معناها الاستعمال متاعهم مجاني. كما قلت لكم فيه العديد من التمبليتس المجانية اللي تنجموا تستعملوها، وإلا تنجم تعمل ديزاين جديد وحدك. باش تعمل ديزاين جديد وحدك تضغط على بلانك، وبعد ما تضغط على بلانك باش تفتح لك النافذة هذه. في النافذة هذه تنجم أنت تبدأ وتقوم بالتصميم متاعك من الصفر، أو تضغط على علامة زائد بلس الموجودة في أسفل يسار الشاشة وتختار تمبليت وإلا من صور ستيكرز تكست باك جراوند إلى آخره. مثلا مش ناخدو تمبليت قوموا بالتعديل عليها، مثلا نجمو ناخدو تمبليت تحبوا عليها، عاديين موجودين تمبليتس، العديد من التمبليتس موجودين. مثلا باش ناخذ تمبليت موتيفيشن، باش نجيو لهنا باش نختاروا البوست اللي نحبوا عليها اللي تعجبنا. اي بوست تعجبك نجم تختارها تهزها باش تجي تضغط عليها. مثلا البوست هذه مباشره التطبيق باش يقوم بتحميل البوست كامله. البوست بالطبيعه تنجم انت تتحكم فيها كما تحب، نجم تبدل النص مثلا بدلو تكست، تنجم تبدل اللي تحب عليه، تنجم تبدل الصورة الموجودة، تنجم تتحكم في اللي تحب عليه في البوست متاعك هذه، تنجم تتحكم في الألوان متاعها مثلا كما قاعدين تشوفوا لأنه قمنا بإزالة الباك جراوند. تنجم تعمل اللي تحب عليه أنت، وإلا إذا كانك تحب تبدل معناها تعمل بوست وحدك أنت كما تحب، تكليكي على فوتو تختار مثلا باش تختار نيتشر، تنجم تختار الصورة هذه تكبر فيها، تحب تعدل عليها، تحب تحطها مع البوست الأخرى، تقوم بدمجها مع البوست الأخرى، تختار مثلا البوزيشن متاعها، تختار الكونتراست. عليها برشا اوبشنز موجودة في التطبيق هذايا اللي تنجموا تستعملوها. مثلا بوزيشن نجم تحطها تو باك كما قاعدين نشوفوا، وليت بدلنا الخلفية وقعدنا باقي التصميم هو نفسه. برشا options موجودة في التطبيق هذا، إذا كان باش نقعدوا نفسروا فيهم ربما لازمنا ساعات وأيام وإحنا نفسروا في options اللي موجودين الكل. فقط حبيتكم تاخذوا عليه فكرة باش كيف تجيوا تعملوا ديزاين للستوري جاي متاعكم، تنجموا تعملوا ديزاين بالتطبيق هذا بكل سهولة، والديزاين متاعكم يكون ديزاين جميل جدا. ان شاء الله يكون الفيديو متاعنا اليوم فادتكم وعجبتكم. اذا كان عندكم اي طلب او اي حاجة تحبونا نشرحوها ما تنسيوش تكتبوها في التعليقات في الاسفل. اذا كان عجبتكم الفيديو ما تنسيوش كالعادة المشاركة متاعها مع اصدقائكم.
ما تنساوش الاشتراك في القناة، ما تنساوش الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقى لي كان مش أقولكم إلى اللقاء.